بعد مجهود شاق ومضني الحقيقه بذلوه لعيبه الاهلي، النهارده قرر مارسيل كولر انه يدي لعيبته راحه مطلوبه. الفصله دي مطلوبه مش بس بدني، كمان ذهني، لانه بيتهيألي مستوى تركيز اللعيبه في ال 180 دقيقه اللي لعبوهم قدام اتحاد جده وقدام فلومينينزي كان في اعلى درجاته، فكان مطلوب الفصله دي الحقيقه. بكره ان شاء الله الاهلي يستأنف تدريباته مره ثانيه الساعه 5 بتوقيتنا هنا في القاهره استعدادا لمباراه الجمعه. والنهارده كان في كده زي جوله ترفيهيه للعيبه، يعني يفصلوا بيها عن الضغط العصبي اليومين اللي فاتوا. قصه اوراوا ريدز في بطوله دوري ابطال اسيا وازاي استطاع ان هو يتغلب على كبار اسيا واصل الى اللقب والمشاركه في بطوله كاس العالم. بلال، يعني يمكن احمد اوراوا، انا زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل، اوراوا في مباراتي الهلال سواء في السعوديه او في اليابان في العوده لما اتبع الهايلايتس بتاع اللقاء، لا الهلال عمل كل حاجه، كل حاجه بمعنى كل حاجه، فرص غريبه جدا طبعا. حتى في مباراه السعوديه لو تفتكر هدف اوراوا اللي كان حارس الهلال متقدم وحطها له من تقريبا من بعد نص الملعب بيارد او بياردتين، يعني مش هدف كمان هم ملعوب فيه. والهدف اللي فازوا بيه على الهلال في اليابان هدف بخطا شخصي من مدافع الهلال، كره اتلعبت كده بالعرض، المدافع جه بيطلعها حطها في مرمى. فيما عدا ذلك الهلال كان مسيطر على اللقاء بشكل كبير جدا، نسبه استحواذ تخطت الحاجه 70% في اليابان وفي السعوديه. ففريق اوراوا فنش حتى بالمناسبه الدوري السيزون ده في المركز الرابع، لعب 34 مباراه، فاز في 15 مباراه فقط، تعادل في 12 مباراه وخسر في 7. طب بمناسبه الارقام تعال نشوف ارقام الفريق اوراوا ريدز السيزون ده في الدوري مع مصطفى. طيب المباريات، لعب 34 مباراة، أحرز 42 هدف، استقبل 27 هدف، 11 هدف من ضربات ثابتة، هدف واحد من 11 ضربة ثابتة، و 37 هدف من 236 فرصة هجمة داخل منطقة الجزاء، أربع أهداف من 169 محاولة طبعا خارج المنطقة، أهداف بالقدم اليسرى 12، أهداف بالقدم اليمنى 26، أهداف بضربات الرأس 3، متوسط الفرصة المؤكدة 1.7، متوسط إهدار الفرص 1.1، متوسط التصويب 11.9، متوسط الاستحواذ 51%، متوسط العرضيات 23% تقريبا، نظافة الشباك 15، متوسط المراوغات 6.6. من الحاجات الصعبة في كأس العالم إنك بتقابل مدارس مختلفة، يعني اتحاد جدة اسماء ونجوم وخبرات، لكن ممكن تاخد عليهم مثلا ان هم تنظيميا في الملعب مش احسن حاجه، ودفاعيا عندهم مشاكل كتير جدا. فلومينينزي خدوا بالكم من قصه كمان اهدار الفرص، عندهم معدل اهدار الفرص قليل جدا، يعني نسبه الفعاليه الهجوميه عندهم. انا قلت لك زي ما اتكلمت بيسجلوا من انصاف الفرص، هو نفس زي ما اتكلم بلال وقال لك في مباراه الهلال السعودي، الهلال السعودي كان مستحوذ فعلا في اغلب المباريات الذهاب والعوده، لكن هم قدروا يكسبوا. ده دايما في بعض المباريات اللي دايما بشوف فيها، سواء مباراه فيها تحقيق بطوله او مباراه خروج مغلوب، بشوف ان انصاف الفرص مهمه جدا جدا جدا. الاستحواذ احيانا مش هيوصلك للميداليه اللي انت محتاج تحققها يعني. فطبعا فريق اوراوا فريق بيعتمد في هجومه على الاطراف او على الظهرين، الظهير الايمن والظهير الايسر، هم دول قوته الكبيره جدا، وعندهم لعيب مهاري جدا بيلعب جناح يمين اكوبو. كوبو ده يعني شبه او نفس اسم لاعب ريال مدريد المعار لفريق كوبو. كوبو كانوا بيقولوا ميسي الجديد. بالظبط، ميسي الجديد. اللاعب ده مهاري جدا، وده نادرا لما نلاقي راح بس ما رجعش تاني. ها، هو في كلام ان هو راجع، احتمال يرجع، في كلام ان هو ماشي كويس قوي. فاحنا نادرا لما نلاقي لعيب طبعا في الدوري الياباني او لعيب عنده مهارات، لا اللعيب ده مهاري وعنده حلول، لكن هو اعتمادهم دايما على الظهير الايمن والظهير الايسر، دايما بيبقوا يعني طايرين في اغلب الوقت ودايما فاتحين الملعب، والظهير الايمن او الجناح الايمن والجناح الايسر دايما بيدخلوا لقلب الملعب. هنا خد بالك انت لو عندك ياباني مهاري، ده انت بتتكلم على ميكس، يعني دايما اللعيب المهاري شويه يعني مش كلهم طبعا، بيبقى حته السرعه عنده مش عاليه قوي، يعني الحريف اللي على واحد على طبيعي. واحد بس ما بيبقاش في حته السرعه قوي، الا مثلا لما تكون مثلا الظاهره الحقيقي رونالدو طبعا. كويس انت قلت الحقيقي.
لكن ما لما يبقى سريع ومهاري ده يبقى ميكس. قمه الخطوره طبعا. هم انت قصدك ما عندهمش اسطوره قبل كده مثلا طلعت يعني او حد يعني مثلا كوريا طلعت سون وفي كاس العالم اللي كان عندهم لعيب مهاري بس ما كانش سريع. اليكس اليكس كان بيلعب في اي سي ميلان لعيب مهاري بس طبعا بس كانش في الفريق اوراوا طبعا كان فريق في اليابان يعني. لكن في النهايه لازم اديهم كريدت يعني فكره ان هو ياخد بصرف النظر بقى يعني التوفيق ممكن يكون معاك مره ممكن يكون معاك اتنين لكن انك انت توصل لتحقيق اللقب ده معناه ان فريق عندك مقاومات بطوله طبعاً. بطوله دوري ابطال اسيا مش سهله أكيد. يعني 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 هي يمكن يعني مش بطوله جماهيريه قوي مش زي كوبا ليبرتادورس مش زي تشامبيونز ليج اوروبا احنا ما كجمهور كره في مصر ما نحبش قوي نتفرج على كره اسيويه لكن ده ما ينفيش انها بطوله قويه وبيشارك فيها فرق على اعلى مستويات فكونه يوصل للبطوله دي وكونه يتاهل لكاس العالم يكسب بطل كونكاكاف بطل المكسيك كلوب ليون ده معناه انه فريق عنده مقاومات طبعا وعنده نقاط قوه وعنده تنظيم في الملعب فاهم نقاط القوه اللي موجوده في فريق اوراوا ريدز لانه انا كنت بقول لك من صعوبه بطوله زي كاس العالم ده وانت بتعرف في افريقيا انت حافظ الوداد وحافظ سان داونز وحافظ الترجي لكن هنا انت بتقابل مدارس مختلفه وانت بتلعب مع اتحاد جده لازم تفكر باسلوبه بطريقه مختلفه عن اللي هتلعب بيها مع فلومينينزي عن اللي هتلعب بيها مع اوراوا ريدز كل واحد من دول في كلتش في ثقافه مختلفه في طريقه لعب مختلفه في عناصر قوه وعناصر ضعف مختلفه عن المدرسه الثانيه. بص هي مباراه الاهلي واوراوا انا بشبهها تشبيه خاص انا بقول ان دي مباراه بطوله احنا كان بيتلعب عندنا من فتره من سنوات بطوله الافرو اسيوي لو تفتكر مزبوط. كانت بتقام ما بين بطل اوروبا بطل سوري بطل افريقيا وبطل اسيا كانت مباراه وكانت بتحتسب تقريبا بطوله قاريه الافرو اسيوي فانا بشوف ان الدوافع اللي لازم لعيبه النادي الاهلي تاخدها ان انت تحط لهم دافع ان انت بتلعب بطل اسيا ان انت بتلعب على ميدالية هتكتب في التاريخ عايز اقول لك ان الفرقتين سواء النادي الاهلي او اوراوا هيكونوا داخلين المباراه مش سعداء ان هم بيلعبوا على الثالث والرابع اكيد لا اوراوا يعني اكيد سعيد لانه ملوش اي طبعا. تاريخ في كاس العالم هو يعني هو كان يامن انت شبعان برونزي يعني انت جمهور الاهلي ليه دايما عينه على النهائي دلوقتي برونزي بقت عادي عندنا منها يعني كتير. او برونزي كانت شيء عظيم جدا انه فريق مصري أنا فاكر ياخد برونزيه في كاس العالم دي يا سلام احنا في جيل في جيل في جيل ابو تريكه لما حققنا الميداليه البرونزيه كنا بنقعد نشغل الفيديوهات بتاعت ركله الركله الحره اللي احرزها ابو تريكه وبتعليق عصام الشوالي وفرحه امتدت لسنوات كان انجاز عظيم لانه كان اول مره يتحقق لما جه الجيل ده واحرز برونزيتين فسقف الطموحات عالي ان انت بقى العادي انك انت واللي كمان ممكن مزعل الناس شويه يا احمد ان انت في كل مره بتبقى خلاص يعني بيفصلك عن الوصول للنهائي تفاصيل صغيره قوي يعني زي ما كنا بنتكلم في الفاصل في بعض الفرص في مباراه فلومينينزي لو كره واحده منهم دخلت ووصل النادي الاهلي انا متاكد لاشواط اضافيه النادي الاهلي كان هيقدر يستغل العامل البدني لان انت انهكت الفريق البرازيلي في ارض الملعب كلهم سقطوا انت بقيت تشوف كل دقيقتين تغيير حتى يعني دينيز المدير الفني طبعا اللي بمناسبه الكلام عنه لا ده راجل مدير فني لمنتخب البرازيل اللي هو المنتخب الاهم في العالم بيتولى تدريب فلومينينزي هو كان عنده ذكاء شويه قدر يكسر الريتم في بعض فترات اللقاء وقدر حتى يعمل التغييرات مش مره واحده بقى يعمل تغييرات في التوقف وتغييرات 2 في 2 في 1 في لقطه جابوها قبل الكره بتاعت البنالتي بتاع مارسيلو الكوتش لويز لما نده عليه مارسيلو عليه وقعد يتكلم معاه فعلا ف يعني في ناس كتير قالت لك قال له خش وحاول تجيب ضربه جزاء هو مارسيلو مميز من وقت ريال مدريد في موضوع التكمله الهجوميه يمكن هو ده طبعا مش معلومه ده يعني في ناس توقعت ده او يعني لا هو مارسيلو مميز وهو للاسف يعني ما حدش سمع هو قال له ايه بالظبط حكم اللقاء يعني ما راحش الفار دي غريبه جدا في اكتر من كوره احنا لينا ركله جزاء في بدايه اللقاء الكهرباء واضحه جدا والفيديوهات اللي اتصورت من الملعب بتقول ان ضربه يعني لو بتاعت يعني سيبك من واضحه ولا مش واضحه لو بتاعت مارسيلو دي ضربه جزاء يبقى اكيد بتاعت كهرباء اتنين ضربه جزاء بالظبط يعني وهي كانت يعني الحاجه الغريبه ان الحكم الفار لدرجه ان احنا واحنا بنتابع المباراه والله مش مبالغه ولكن في ناس حوالينا قالت مفيش فار اصلا يعني الفار ظهر لو تفتكر في كره واحده دي بس قصدك عليها دي ركله جزاء بص الدفع يا احمد اللاعب
ارياس مش لاعب على الكره خالص. لا يعني انا استغربت رد فعل الكولومبي طبعا ارياس ان هو ازاي يعني انا بشوف ان هي سذاجه منه طبعا فبيلن صريح يعني ما فيش شك ان الكره دي ما ينفعش حتى ترجع الفار فيها. في واحده في الشوط الثاني برده الكهرباء السنتر باك بتاع فلومينينزي دفعه ورجله في بوق دي الاثنين ورجله تحت في رجله. بص يعني يا احمد الكره دي الكره كل استحواذها مع كهرباء فاللاعب طبعا ارياس ما عندوش فرصه فعلا ما عندوش فرصه انه يوصل للكره فعشان هو مش شايف الكره ملوش حل ان غيره يعمل ايه دفع كهرباء طبعا هو الحكم كان سايق هو بيسكتك ان ده حكم فاينل كاس عالم فهنجيب لك مين احسن من كده وخلاص للاسف يعني. طيب نرجع لأوراوا ريدز الطريقه اللي بيعتمد عليها الفريق واللي ظهرت في مواجهه انا بيتهيالي طبعا يعني فريق حتى لو كان دوري ابطال اسيا بطل دوري ابطال اسيا لما يجي يلعب بطوله كاس عالم هيطلع افضل ما عنده وهيركز على انه يسد الثغرات ويحاول يخطف طبعا. نجح في ده مع كلاب ليون لكن طبعا كان صعب قوي ينجح في ده رغم انه كان واقف على رجله على فكره يعني اللي ما تابعش مباراه السيتي وأوراوا الشوط الاولاني أوراوا كان يعني صامد قدام السيتي المساحات فعلا والانهيار حصل بعد تسجيل أوراوا هدف في نفسه يعني مش السيتي اللي سجل صح. الاول أوراوا مدافع أوراوا ريدز هو اللي دخل جون بالغلط في مرماه وتوقيت صعب كده وتوقيت صعب كمان قبل نهايه الشوط بتبقى يعني وانت بتلعب فريق كبير معنويا بيبقى فيه بالظبط انهيار يعني خلاص الدنيا صعبه جدا طبعا يعني اخد من كلامك هنا ان يبين ان الفريق ده منظم وده اللي حصل في اول 40 دقيقه فعلا فريق أوراوا كان منظم جدا والسيتي ما قدرش يخترق او يحرز هدف لولا الهدف طبعا دخل في مرماهم بالخطا فده يبين ان الفريق ده منظم جدا وفريق خد بالك السيتي برده ما كانش بيلعب طبعا ما عاد بتقله يعني بتقله طبعا ما هو يعني برده اللي بالموجودين في الملعب لعيبه كبار يعني لو بصيت طبعا السيتي عنده فرقتين طبعا يعني طبعا لكن هو بالنسبه له مخلي اللعيبه الثانيه دي لنهائي المونديال فبشوف ان فريق أوراوا دي بطوله وديه بالنسبه للسيتي يعني لسه ولا ايه هيرجع بقى عنده مواجهه كبيره في الدوري فبشوف ان طبعا فريق أوراوا عندهم مشاكل دفاعيه وزي ما قلت لك ان هو قوتهم ان هم بيعتمدوا على الظهير الايمن والظهير الايسر ان هم دايما بيبقوا فاتحين الملعب عندهم مشاكل ورا الظهير الايمن والظهير الايسر ولو استغلها بيرستاو حسين الشحات يعني اللي انا اتوقع ان ممكن طاهر يبدا المباراه دي من وجهه نظر يعني لان المباراه محتاجه سرعات كبيره جدا لان هم فريق طبعا قوي بدنيا وفريق عندهم سرعات فانت محتاج لعيبه وبشوف ان حسين الشحات قدم مباراتين كبار جدا والاجهاد هيبقى برده مع اللعيبه في خد بالك ان مريح يوم زياده لكن يعني انت لعبت مباراتين اقوى من بعض عندك فرصه المباراه دي تحديدا ان انت تعمل ريكفري بشكل احسن يعني من يعني انت ما بين اتحاد جده وما بين فلومينينزي ما كانش في وقت بالزبط. لكن دي اولا هو لعب ماتش صعب جدا طبعاً قدام السيتي امبارح يعني اكيد استنفذ جزء كبير جدا من هو لعب مباراتين والنادي الاهلي شارك مباراتين بس هو الفيصل يوم زياده لينا احنا كويس ان كولر ادى كمان راحه وجهه نظري ان كولر هيعمل تغييرات في المباراه دي ده وجهه نظري يعني هيعمل تغييرات في المباراه دي وهيدفع ببعض اللاعبين اللي هو ممكن يعني يفاجئ بيهم فريق أوراوا لان هو كولر عنده ميزه وده اللي شفناه في المباراه الاولى امام اتحاد جده باحمد نبيل كوكا وكمان المباراه الثانيه باكرم توفيق بناء على رؤيته للمنافس ودي من اهم الحاجات اللي انا بشوفها في مستر كولر ان هو بيذاكر المنافس كويس جدا وبناء عليه بيختار العناصر ودي حاجه مهمه جدا في التدريب ان انت تشوف نقط ضعف المنافس اللي قدامك ونقط قوته وتختار الادوات او العناصر تقدر تنفذ لك الفكر ده فبشوف ان ممكن يعني من وجهه نظري ممكن تلاقي قفشه بادئ المباراه دي راحت بعض اللاعبين متوقع ان يبقى في تغييرات في التشكيل متوقع ان في تغييرات في التشكيل وبالذات بالاخص في نص الملعب يعني بشوف ان ديانج وقفشه ممكن يكونوا موجودين بدايه المباراه بلال يعني انا بشوف ان المباراه دي يعني مباراه ديانج هو طبعا يعني انا بالنسبه لي الاثنين لعيبه على مستوى الكوره يعني بصرف النظر عن السن والتجربه لكن كوكا لعيب كويس جدا واكرم توفيق مفيش شك طبعا كلنا متفقين انه واحد من افضل لاعيبه كره في مصر كلها الحقيقه وان رجوعه لمستواه هيبقى اضافه كبيره للاهلي موجود في القائمه الاوليه لمنتخب مصر لكن هاخد رايكم يعني هحاول طبعا اغطي القائمه الاوليه وساعات منتخب مصر لبطوله افريقيا لكن في النهايه الاثنين كانوا مفاجاه طبعا يعني اختيار كوكا في الماتش الاولاني مفاجاه واختيار اكرم في الماتش الثاني انا بشوف ان ممكن رامي ربيعه يبقى ليه دور في المباراه دي خاصه ان ياسر ابراهيم عمل مباراتين يعني ياسر مع كاس العالم للانديه سوبر يعني ياسر في البطوله دي تحديدا سوبر السوبر وهاني بصراحه لا يعني ياسر كان يستحق ماله في ماتش المباراه ياسر انا هي المباراه لو كانت راحت لفوز النادي الاهلي بلا شك وبلا جدال ياسر ابراهيم كان هيتوج بجائزه افضل لاعب في المباراه عمل مباراه كبيره جدا كمان مروان عطيه ومحمد الشناوي الثلاثي الافضل
داخل النادي الاهلي اللي قدموا مستوى تقدر تقول ان هم قدموا ال 100% عندهم في المباراتين، شناوي ياسر مروان الثلاثه قدموا افضل ما لديهم في 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 المباراه. شايف انها فرصه ماتش اوراوا يستدعي راحتهم ولا انك انت؟ ما على حسب الحاله البدنيه يعني. انا اصلي هو كولر بيثق في رامي ربيعه يعني. هو كولر بالنسبه له رامي لاعب اساسي، مش لاعب يعني يعني مش لاعب بديل او كده. فانا بشوف ان هو ممكن يدي رامي في المباراه دي، وبشوف ان ممكن قفشه يدخل في اللقاء على حساب ممكن امام عاشور. بشوف غير كده ان مروان عطيه بالاداء اللي هو عامله هيكمل الثلاثي الهجومي، هو الثلاثي الافضل يعني. بيرسي حسين كهربا هيكملوا في هيبداوا اللقاء، وورا زي ما قلت لك يعني هو ربيعه وقفشه هم الاثنين اللي ممكن يدخلوا على تشكيل النادي الاهلي في مباراه اوراوا. فيما عدا ذلك التسع لاعبين هيكونوا نفس اللعيبه اللي شاركت في المباراتين السابقتين يعني. فرقه اوراوا ريدز تقدر توصفها مصطفى بانها فرقه يعني مثلا فلومينينزي ما 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 ما, ما تقدرش تقول ان في لعيب لفت نظري يعني. احنا كنا قبل الماتش بنحلل وبنشوف اخطر لعيبه ومفاتيح اللعب، في لعيب لازم يكون لفت نظرك ده ممكن ده ممكن أندريا. يلعب ده ممكن رانو. يلعب عندكم كمان أندريا. ممكن يجي لكم كمان شهر اندريا لعيب لا لا ده هو افضل بس هو ما ظهرش في مباراه الاهلي زي ما انت انا فاهم قصدي احمد يعني بيتحرك كتير قوي بصرف النظر يعني. هم عندهم لعيبه مش معنى كده قصدك برازيلي اللي هو البرازيلي اللي ياخد العين يعني مثلا هو حد مثلا يقول انه انا عارف كينو وعارف انه لعيب كبير جدا ما ظهرش في المباراه. أرياس كان افضل واحد يعني، وأرياس الكولومبي ده برده كان يعني مميز، جاب كره في العارضه وبقول مفيش لعيب اللي هو يعني الفرقه بتدور حواليه. لا فاهم قصدي جنزو شويه، مفيش كوتينهو، مفيش نيمار، مفيش اللاعب اللي انت تحس ان هم بيعتمدوا عليه. هل اوراوا ريدز يتوصف بنفس الوصف يعني تقييمكم انتوا ليه وانتوا بتتابعوه في البطوله دي تحديدا؟ هل في لعيبه لو وقفت تقدر تقول انه الفرقه كلها اتشلت، ولا الفريق كله بيشتغل في تكتيك او منظومه جماعيه؟ لا انا بشوف ان الفريق فعلا منظومه جماعيه، وعندهم بس لاعب واحد مهاري، لكن برضه اعتمادهم الكل مش عليه اللي هو كوبو طبعا اللي انا قلت عليه الجناح الايمن، اللاعب برضه مميز جدا، لكن اعتماد الفرقه كلها كمجموعه، وبيحاولوا دايما يعملوا البيلد اب ليه قلت لك زي ما قلت احمد اللي على الظهير الايمن بالاخص. وبشوف ان قوتهم كلها في ان هم لما بيوصلوا للمرمى بيقدروا يسجلوا من انصاف الفرص، وده طبعا احنا اتكلمنا فيه في الاحصائيات اللي احنا عرضناها، ويبين الفريق ده هجوميا ممكن ما بيخلقش فرص كتير جدا، لكن لو وصل للمرمى بيسجل، ودي حاجه مهمه جدا لازم النادي الاهلي يعني او مستر كولر يركز بيها على الخاص على الخط الخلفي. يعني جيم الشناوي يكون ليه من وجهه نظرك دور فيه هيبقى ليه دور؟ الشناوي طبعا الشناوي متالق يعني متالق جدا طبعا. لكن النادي الاهلي من بدايه البطوله عمل حاجه مميزه جدا، هو الاهلي بيعمل دفاع متقدم، فالاهلي ما بيخليش اي منافس حتى في لما ننزل برازيلي واتحاد جده اللي هم مليان نجوم وانت كنت متوقع ان هم يوصلوا مرماك كتير جدا، ما حصلش الكلام ده. مع احترامي طبعا لفريق اوراوا الياباني، هو اقل منهم في المهارات، مش اكيد مش يعني مش هيوصل للمرمى الشناوي، لكنه فريق منظم جدا طبعًا. تاني هو على ذكر الفرديات داخل اوراوا، هو عندهم لعيب ده انا بتوقع ان هو اكتر لاعب هيزعج النادي الاهلي بعد جوزيه كانتي راس الحربه اللي هو شينزو كوروكي. اللاعب ده مميز جدا، لعيب مركزه ايه يا بلال؟ بيلعب يعني بيلعب سنتر يعني بيلعب في النص كده زي رقم 10 ورقم 8، بيجيد اللعب على الاطراف كمان يعني ممكن يهرب على الاطراف زي ما كان كانتي بيعمل في مباراه الاتحاد جدا. ولكن هو لعيب متحرك جدا، عنده باور عالي قوي على طوال 90 دقيقه. امبارح شفناه امام مان سيتي كان بيلعب دول دي قائمه الهدافين في فريق قائمه الهدافين طبعا خطوره يعني في فريق اوراوا ريدز يعني هم طبعا بياتي في الصداره في الصداره زي ما كنا بنتكلم جوزيه كانتي المهاجم درس حربه طبيعي سجل 8 اهداف بعد لكن كده الكسندر تشولز ده السنتر باك عنده 7 اهم لعيب فيهم بيكمل في الضربات الثابته وبيلعب كويس قوي بدماغه. بعد كده شينزو كوروكي عنده 4 اهداف كوروكي انا بشوف ان اكتر لاعب بيتحرك في وسط ملعب اوراوا هو شينزو كوروكي، واكتر لاعب لفت نظري امبارح. بعد كده تاكاهيرو وايتوكي ايتوكي اتسوكي اتسوكي اتو اتسوكي اتو عنده هدفين، ده وسط مدافع بالظبط. ولكن هم الثلاثي الاميز يمكن حتى طبعًا. باستثناء طبعا الكسندر شولز الثلاثي الهجومي الاميز طبعا كانتي وكوروكي وبيجي معاهم اتو اتسوكي اتو لاعب برضو بس ده وسط مدافع يعني هو برضو وسط مدافع، ولكن لعيب كورته كويسه قوي، لعيب بيعرف يعمل عمليه استرجاع الكوره
بيقطع امبارح يعني هم دول اللي لفتوا نظري في مباراه السيتي امبارح، كوروكي وايتو طيب. وجوزيه كانتي طبعا. انا قلت في بدايه الفقره دي انه من يعني اكبر مستفيد طبعا جمهور الاهلي مستفيد، والنادي الاهلي كم الاستفاده من البطوله دي كبير جدا، ولكن كمان منتخب مصر الحقيقه مع تالق فريق النادي الاهلي في بطوله كاس العالم ومعاناه بقيه الفرق، يعني الزمالك يمكن مش في افضل احواله، خسران اخر مباراه قدام المصري النهارده اعتقد بيلعب قدام ساجرادا، بيراميدز بيخسر قدام سان داونز هنا في القاهره وبتبقى مهمته صعبه وبيتزايل ترتيب المجموعه معنويا على الاقل تقدير، سيبك من المستوى الفني حسابيا عنده فرصه لكن في النهايه فريق بيعاني ما جابش غير جول في الاربع ماتشات بالظبط، اربع مباريات رقم صعب جدا، ونوازيمو متقدم عليه في الترتيب يعني، والفوز الوحيد لفريق موريتانيا على فريق مصري وبعدين تاريخ بطوله دوري الابطال، نوازيمو اول مره في تاريخه يصعد لدور المجموعات صحيح، وده الفوز الوحيد اللي حققه، فبالتالي حاله التوهج دي هتنعكس ايجابا على المنتخب المصري، هنتكلم عن ده ونتكلم على مكاسب الاهلي من كاس العالم لكن بعد فاصل اخير.